متفق معاك يا أسامة جدا، وكمان عايز أقول حتة راحت كمان سموحة. احنا يا جماعة ليه بنتكلم في ده؟ الناس ممكن تيجي تقولك انت في بداية الدوري، ده بيحصل دلوقتي. طب تخيل فيما بعد لما يبقى عندك قصة مؤجلات، ودي فقرة معانا، الوضع هيكون ازاي؟ فبالتالي في أمور بتتحط في الجدول وبتتحط في ترتيب المباريات وبتتحط في توقيت المباريات ممكن تبقى فارقة. وللأمانة شفنا المنافس وهو بيتكلم بوضوح، ومديره الفني بيتكلم في فكره الاجهاد، وبيتكلم في فكره فرق اليوم، وبيتكلم في امور دقيقه تتعلق بفكره الاجهاد، مع ان ما تعرض ليه النادي الاهلي من اجهاد، وما تعرض ليه النادي الاهلي على مدار منافسات مختلفه ومسابقات مختلفه كان بيلعبها. احنا يا جماعه كلمناكم في دوري ابطال افريقيا، انت بتتكلم اخر سنتين، لان السنه اللي قبلها قبل اخر سنتين يعني كان الزمالك وصل معاك للنهائي. طيب هتتكلم ان انت خدت البطوله، لعبت كاس عالم اضافيه للانديه مرتين بعدد مبارياتهم، قدرت تحقق في الاثنين برونزيه، يعني انت رحت المدى بعيد جدا في عدد المباريات، لعبت ما يقرب من حوالي 11 مباراه زياده في افريقيا عن المنافس. كل ده يا جماعه تراكمي بيسبب ارهاق وبيسبب اجهاد، فما بالك انت عندك كاس عالم للانديه جديد، عندك منافسات هتلعب فيها بشكل اكبر. فكل ده يخلينا نطرح السؤال، هو لو الاولى ان يبقى في فريق حتى لو بيلعب فرق 24 ساعه او بيلعب فرق يوم، فطبيعي طبيعي ان النادي الاهلي يكون وضع معكوس، اما وان الوضع مش هيبقى معكوس، على الاقل نشوف فكره ان الفريقين بياخدوا حظوظهم متساويه، لان اعتقد التفاصيل هي اللي بتحسم بطولات، تفاصيل تحكيم، تفاصيل في قرارات كتير جدا متعلقه بمصيرك كبطل. وزي ما احنا بناكد يا جماعه فكره تخوفات الجمهور، لانه هو راصد امور قدامه بعينه على خلفيه احداث مسبقه تخلي عنده الظن السلبي بكل شيء الى ان يثبت العكس. انا لما باجي اتكلم مع اي اهلاوي السنه دي مستحيل وهو اسامه بيكلمني اصل حصل معانا كذا، والناس بقت حافظه زي ما احنا بنعمل هنا، ده التحكيم انتوا قلتوا كذا، وبعدين بياخد من على لسانك، انتوا قلتوا التحكيم كذا وقلتوا كذا، ويا استاذ محمد اصل احنا حصل واحنا اتكلمنا. فانت مستحيل يا جماعه في الوضع ده تيجي تقول للناس افترض ان الامور، لا ده انت هتفترض سوء النيه معاه الى ان يثبت العكس في اي حاجه. وده اللي احنا بنشوفه، ودورنا هنا، احنا دورنا هنا داخل البرنامج ان احنا نشاور على ده، ان احنا نقول ده غلط، ان احنا نرصد الظاهره. ويا جماعه ده دور الاعلام، دورنا المنوط بيه او حدوده ان احنا نرصد الظاهره ونكلمكم فيها ونقول الخطا فين. عشان كده من الامور اللي تستدعي التركيز هي مباراه سموحه بكره. سموحه القصه لا يعبر عنها بس الجدول، لو عرضنا جدول الترتيب الاهلي وسموحه بكره، النادي الاهلي في المركز الاول عنده 22 نقطة، سموحة موجود في المركز ال 12 عنده 7 نقاط. طبعا أنا بالنسبة لي تجربة طارق العشري مع سموحة نتائجها مش هي الأفضل حتى الآن، ويعني حتى لما بتفرج على الفريق فنيا بقى بعيدة عن النتائج، لأن أنا مش طول الوقت بميل للنتائج، بس حتى كيمياء طارق العشري مع سموحة أنا شايف لا الدنيا مختلفة عن طلائع الجيش تماما، حتى لو سموحة فيها أدوات كويسة. ولكن لازم نحط في اعتبارنا ان طارق العشري مدرب مع مباريات النادي الاهلي ما بتكونش افضل حاجه بالنسبه لنا، مدرب بيكون مبارياته صعبه جدا، بيركز فيها جدا، هو عنده النهى وبتاع اللعب مع النادي الاهلي. على الجانب الاخر فريق سموحه الموسم اللي فات كان من الفرق اللي عطلتك في الدوري، ده يستدعي ايه؟ يستدعي التركيز، التركيز بنسبة 100%. وزي ما قلنا ما تنتظرش ان حد هيديك المدينة الفاضلة ويوتوبيا عشان انت تحقق اللقب، اللقب ينتزع، غير كده الامور صعبة.